عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: الأب لا يعمل، والده مصدر الدخل، وأولاده يعملون ولديهم مصادر الدخل، لكنهم لا يعطون والدهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا من العقوق، وهؤلاء لا يبارك لهم، والعلم عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحب أن يبارك له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. والأب هو الرحم، بل هو أعظم الرحم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق والديه. فهؤلاء منزعون البركة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وما توقع الإنسان سبحان الله أن تأتي مثل هذه الأسئلة، يعني مهما بلغ الإنسان ومهما بلغ الوالد يا أخي، وإن كان كافرا، على أولاده أن يصلوه. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأتت كلمة معروف نكرة، معناها إنك أنت تصرف على أبيك وإن كان كافرا، وتقوم على رعايته وإن كان كافرا. كلمة معروف أتت نكرة لتدل على كل ما هو معروف شرعا وعرفا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجازي ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. فنسأل الله السلامة والعافية من هذا العقوق، ونسأل الله السلامة والعافية من هذا الحرمان، أن يكون والدك حيا ثم تعقه، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال ويقول: هل يحق للوالد أن يأخذ من مال أولاده بدون علمهم وعلى قدر حاجته؟ نعم، يحق له ذلك، لأن الشارع قد أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها إذا كان شحيحا، كما في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها مع أبي سفيان رضي الله عنه. قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا إذا كان الزوج على الزوجة، الزوجة على الزوج، فما بالك بالوالد على أولاده. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: علما أن الوالد يدخن، هل يجب الأولاد أن يعطوا المال الوالد علما أن لزم المال سوف يشتري فيه الدخان؟ الوالد يدخن، هذه معصية، والابن يعق أباه، هذه كبيرة والعياذ بالله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ويحرم تبعا ما لا يحرم استقلالا. فهنا يعطي المبلغ لأبيه بما يكفيه، ويعظ والده بالحسن والمعروف: يا أبي اترك الدخان، اترك كذا، اترك كذا، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن الوالد ما عنده مصدر للدخل ولا عنده مال أبدا، ثم بعد ذلك ما يعطونه ولا شيء ويتركونه هكذا ويتحججون بحجة إن الوالد يدخن، نقول: وإن كان الوالد يدخن وعندنا العقوق، والقاعدة تقول إذا تعارضت مفسدتان لا يستطاع الجمع بينهما فتدرى أعلاهما بأقلهما، وهنا الآن مفسدة العقوق ومفسدة التدخين، أيهما أعظم؟ مفسدة العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. فتدرى هذه بالبر، ومفسدة التدخين تدرى بالموعظة. نحن لا نقول أن التدخين حلال، لا، التدخين حرام ولا يجوز، لكن العقوق كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية، وجرم عظيم، وتوعد عليه كما في الأدلة التي سقناها آنفة. وإذا تعارضت مصلحتان لا يجمع بينهما فإنه يصار إلى أعلاها. فالمصلحة الآن عندنا هي بر الوالد، مصلحة عليا جدا، ثم بعد إذن علينا أن نقوم ببر والدنا وأن نعطيهم وأن نعظه
وأن نحسن إليه بالمعروف وأن نبين له ذلك. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يتخذوني عبدا، نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله في أبيكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا التدخين بلاء، فمن رأى مبتلا ونكرة تدل على العموم، فليقول: اللهم الحمد لله الذي عفنا به كثيرا من خلقه، فيدعو بهذا الدعاء. وهذا بلاء نزل بالوالد، يعالج بالحسنة ويعالج بالبر. لو كان هذا في غير الوالد كنا كصديق أو كذا كنا نقول لا ما تعطي فلوس، لكن الوالد أنت مطالب أن تبره وأن تعطيه وأن تعظه بالحسنة فيما يقع فيه من المنكرات ومن المعاصي. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك، ونحن في شهر الله المحرم، وبعض العلم يقولون إن الذنب يعظم في هذه الآية المباركة لقول ربنا عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فينبغي الإنسان أن يبر في والده وأن يحسن إليه وأن يعظه بالمعروف، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم قولا ميسورا، قول فيه خير، قول فيه بر. أما هذا فهذا الذي يفعله هؤلاء الأولاد جرم عظيم، وأخشى أن تدور عليهم الدائرة فيجتاح الله مالهم ببلوى تصيبهم، أو أنه ينزل عليهم من غضب الله ما لا مرد له. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أو أن يسلط الله عليهم أولادهم فيفعلون بهم كما فعلوا بأبيهم. أسأل الله العافية والستر والسلامة. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك. اللهم اجعلنا من أبر الأولاد للأب للآباء يا رب العالمين يا رحم الراحمين. اللهم احفظ أمي بحفظك وادفع عنها الأذى والبلاء بركنك وارحمها واجعل مثواها الجنة، وارزق هؤلاء الأولاد بر أبيهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم. تم تحريض صوتيا في ليلة الاثنين لأربع خلون من شهر الله المحرم الحرام الأصم لعام 42 و400 ألف لعدنان عليه الصلاة والسلام.